بس انا بس عايز اعرف يعني الشباب ثواني الشباب واقفين قدام اللجنه الانتخابيه وما بيخشوش ينتخبوا ليه؟ لان مفيش حد لو مسكها يعمل حاجه. مفيش ثقه عند اي حد خالص، ولا في ثقه ولا مرشح يقدر ينتخب عشان مفيش ثقه خالص. تمام. ليه هم كلمتين، بني على باطل فهو باطل. قول حضرتك من امتى اي مرشح بيعمل اي حاجه لاي شباب؟ يعني من 2000. ايوه انت حضرتك جنب اللجنه يعني المفروض. ايوه طب ما هيعمل لي ايه؟ طيب هيعمل لي ايه عشان اخش الصوت بكام؟ ليه بقى؟ ليه؟ عشان انت عندك مؤتمرات مصر كلها شباب. كلها شباب. عايز اسال حضرتك سؤال، ليه جنب اللجنه وما بتخشوش تنتخبوا؟ كلمي يا حاج علي يا عمر عشان بقاش بتنتخب. ليه الشباب جنب اللجنه وما بيخشوش ينتخبوا؟ لا زي الكل بينتخب. انا سؤالي ليه الشباب جنب اللجنه الانتخابيه وما بينتخبوش؟ الله اعلم، بس كل واحد هو وضميره، ولو بطلنا نحلم نموت. واللي بينتخبوا فوق 60 و70. ايوه اللي بينتخبوا فوق 60 و70 بس، مفيش شباب. والنساء اكتر حاجه بتنتخب النساء، مفيش شباب. بص طيب. واسمع نسمع راي امنا. لا 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 معظم الشباب منتخبه. ايوه صح. انا منتخب اهو، انا منتخب. لا 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 انا منتخب. كل الشباب دي انت لك رايك انت بقى، ما انتخبتش بتاعك انت، لكن معظم الشباب منتخبين. من انت والاعلام بتاع الشباب؟ لا معظم شباب ارض اللواء، معظم شباب ولاد، ومعظم شباب اكتر. لا 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 الناس الكبيره هي اللي نزلت يا ماما، ولا شباب نزلت ولا شباب. منتخبه كلها منتخبه وفلاح وارض اللواء، كل الكلام ده كله. وتعالى طيب يا عم، كلنا بنحب الوطن وكلنا قلبنا على الوطن ونزلنا علشان الوطن. يا امي لو الشباب كلها انتخبت ازاي اصلا وصلت النتيجه 2.5؟ بس صح ازاي؟ يعني انا عامية؟ بس عامية ما احنا فاضل اللي جاي. ما اللي جاي مش فاضل عشان البلد بتنجح اللي هي عايزاه. الحكومة بتعاوزة اللي هي عايزاه. يا امي كان زمان والله، كان زمان يا ماما. امي فيها عليك يا امي، عمر جشنا والله العظيم. مش عادل امسك عادل. ايه ماما كان زمان الحكومه يا ماما. بالراحه بالراحه. زمان كان واحد بيروح يدلي صوته بيحط كده الورقه بتاعته صوته بصوت الشعب كله. مش عايزين نعيدها تاني. امي ضحكت عليك الناس، ولا هننتخب رئيس ولا اي حد. انا فين الماضي؟ بقول لك فين الماضي؟ انا واحد عندي 21 سنه، فين الماضي بتاعي؟ ولا عندي سبعه ولا اشتغلت ولا شوف ولا عايش عيل صغير. فين؟ في زمان مبارك. انا عايش في زمان مبارك ومرتاح البال وعايش وبتاع. عايز اعرف راي حضرتك في كلام الشباب اللي اتقالك دلوقتي. لا كله ده مش مظبوط. لا صح. يعني هو الشباب بيفتري مثلا؟ لا لا معلش، يدوروا على شغل. هم مش عايزين حاجه، عايزين مين اللي قال لك ان احنا مش هم عايزين حاجه معينه؟ معطلين نفسهم. لكن هم كده مين قال لك ان احنا شغالين؟ احنا شغالين. انا مثلا هدي اي شغل كنا بنشتغل. الشهاده ايه؟ تقدير جيد جدا. شغل اي شغل تقدير جيد جدا. شغل ما تعبوناش عشان نشتغل اي شغل. طيب ما تقعدش عبال ما تلاقي انت عنده حميه حراميه. لا مش حميه حراميه، عيل. انت ترد على امنا بمنتهى الادب تقول لها ايه؟ مفيش شغل في البلد. اول حاجه ان الناس بتاخد الشهادات بتتركن للناس اللي شغال على توك توك، اللي نازل شغال على تاكسي. مفيش شغل في البلد. ده يخليك ما تروحش الانتخابات يعني؟ لا مش قصه انتخابات. هنتخب مين؟ هو في حد عاوز هيعمل حاجه؟ حد لما هياخد حاجه هيعمل حاجه؟ مفيش حد هيعمل حاجه. لا ياخدها مهما الناس خدت قبل كده، ما حدش هيعمل حاجه. تقدير جيد جدا. انت حضرتك جيد جدا؟ تقدير جيد جدا. كنت بقى شغال في مطعم. انت كليه التجاره جامعه ايه؟ جامعه القاهره. الاربع سنين جيد جدا الحمد لله رب العالمين. تقدير عام جيد جدا.